أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، من استاد غزل المحلة حيث لقاء مع الكابتن صابر عيد المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة، حيث صابر عيد شغل من قبل المدير الفني لنادي غزل المحلة وهو المدير الرياضي لنادي غزل المحلة. كابتن صابر، مهمة صعبة ورحيل بابا فاسيليو في توقيت صعب قبل مباراة الأهلي ب 48 ساعة. لا، هو انا لما طلب مني طبعا رئيس النادي كلمني وكده على اساس ان احنا يعني نعدي الموقف ده المباراه ديت، وهو ان شاء الله عشان بيشوف جهاز فني وكده، انما لما طلب مني ده انا ابن النادي وكده نخلص الماتش ده ان شاء الله باذن الله ونعديها على خير، وان شاء الله يكون في جهاز فني جديد. يعني كابتن صابر، مهمه صعبه لحضرتك امام النادي الاهلي، ايه اللي قلته للعيبتك؟ عرفت انك عملت محاضره حوالي ساعه ونص مع اللعيبه. انا قعدت مع اللعيبه، اللعيبه لازم تلعب بالاسلوب اللي هم متعودين عليه. ماتش النادي الاهلي ماتش بالنسبه لنا مهم، انت عارف النادي الاهلي ماتشاته على طول بتبقى مع المحله، ماتشات بتبقى يعني فيها نديه كبيره، وبعدين كمان ان انت الحمد لله يعني انت الاربع ماتشات اللي فاتوا انت لعبت ثلاث ماتشات بره ملعبك، عندك 10 بونت، النادي الاهلي عنده 12 بونت، فيعني بالنسبه لنا الحمد لله الماتش ماتش مش سهل، انما انا قلت اللعيبه يستمتعوا ان شاء الله بالمباراه، يلعبوا لعبهم اللي هم يعني متعودين عليه، احنا مش هندخل مثلا يعني نزود عليهم حاجه، بالعكس يعني بصمه الراجل هتبقى لسه موجوده، المدرب بابا فاسيليو، فاحنا ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. يعني كلنا اتفاجئنا طبعا باللي حصل وكده، فجينا النهارده واجتمعنا مع اللعيبه والكابتن صابر اتكلم معاهم، طبعا ممكن اللعيبه كانت متاثره نفسيا والكلام ده، لانه برضو يعني هو الراجل كان عامل حاله بصراحه كويسه على مستوى النتائج، على مستوى الاداء، على مستوى حتى ما بين الجميع، يعني سواء لعيبه حتى العمال الجهاز، طبعا يعني اللعيبه لا نزلوا التمرين، خرجوا من الاجتماع ونزلوا التمرين، والتمرين كان ممكن زي ما انتم كنتوا شايفين كان يعني غالب عليه الحماس، واللعيبه يعني ان شاء الله مستعدين لماتش الاهلي، عارفين الموقف او ممكن يكون الموقف موقف صعب، لكن اللعيبه دايما هم في وقت الشده ومعدنهم بيظهر، وهم عودونا على كده، وبدانا زي ما هم بداوا الموسم بقوه الحمد لله واثبتوا للجميع، والجميع بيشيد بيهم ان شاء الله باذن الله يكونوا قد المسؤوليه، واحنا عندنا ثقه كبيره في ربنا سبحانه وتعالى ثم في اللعيبه ان احنا ان شاء الله نأدي مباراه تليق باسم نادي غزل المحله. اجتماع مع اللاعبين طبعا في خلال المرحله الجايه هنشتغل ازاي في الايام اللي جايه لمباراه النادي الاهلي يوم الاربعاء، بنستعد بالشكل الطبيعي المعتاد اللي احنا كنا شغالين عليه من بدايه الموسم، هو نفس النظام في التدريبات، نفس شغل الراجل، عشان ما يبقاش بس في اي خلل في المنظومه ما بين اللعيبه حتى والجهاز، هنشتغل نفس الشغل اللي احنا شغالين عليه المباراه اللي فاتت اللي احنا ادينا فيها باداء كويس ونتيجه كويس. الراجل كان عامل حاله حب غريبه ما بين اللعيبه والجمهور والجهاز بينا وبين بعض، كنا مع بعض، كنا يعني على قلب راجل واحد زي ما بيقولوا كده، ننزل التمرين عارفين احنا بنعمل ايه، اللي لينا واللي علينا، كان كل واحد عارف مهام شغله ايه، فعشان كان المنظومه كانت ناجحه. الراجل لو كان ليه طلب وما تنفذش من حقه يمشي، الا لو الطلبات كلها متوفره له كده لا كان لازم يقعد، والمحله كانت هتعلي اكتر من كده كمان، عروض هتجي له عروض اكتر من كده. مباراه الاهلي والمحله، مباراه الاول والثاني في الدوري، شايفها ازاي؟ مباراه طبعا النادي الاهلي بيجي يعمل حساب للمحله سواء في القاهره او في بالذات في ملعب المحله هنا على طول، طول عمر مبارياتنا في عز ما احنا بنبقى شغالين ونتائجنا حتى لو كانت سلبيه بنيجي على مباراه النادي الاهلي بيبقى لها طعم خاص ويبقى لها شكل تاني مختلف عن بقيه المباريات. وانت لاعب في الملعب كسبت الاهلي هنا، افتكر مباراه كسبت لا تعادلنا وكسبنا مع الاهلي كتير، وضيعنا دوري من الاهلي هنا في 2001 على ما اظن، كان 1-1 والاسماعيلي فاز على مصر 3-2 يعني عمل، وقبلها كان دوري سيد عبد النعيم اللي هم بيقولوا لا احنا تعادلنا مع الاهلي في القاهره، لو كان فاز علينا قبل ماتش انبي ده كان هيبقى الفرق 4 بونت ما بينه وبين نادي الزمالك، ما كانش هيحتاج المباراه الاخيره ايام الكابتن مختار هو اللي كان ماسكنا، وتعادلنا 1-1 في استاد القاهره.